الجليله دي من الحاجات المحببه جدا جدا جدا، وبالاخص لينا احنا هنا بنحبها قوي، ويعني من الوصفات المفيده. القمح بجد من الحاجات المفيده. تعالوا ننزل مقادير النهارده، مش هعملها بليله عاديه تقليديه باللبن والجوز الهند والمكسرات، انا هعملها بليله بالكراميل. هننزل مقاديرها، هنعمل توفي بليله، هنعمل توفي بليله. ماشي، انا بس بلمع الكاونتر عشان الدنيا تبقى لطيفه. هنعمل ايه بقى؟ عندي كوبايه من السكر، وعندي قمح بليله مسلوق. القمح ده مفيد جدا، هنتكلم عن فوائده. وعندي كوبايه كريمه، ولو مش موجوده احط كوبايه لبن، مش هيجرى اي حاجه. تمام، وعندي كمان معلقتين او ثلاثه كبار نشا، على حسب نوع النشا اللي حضراتكم بتستخدموه، عشان في انواع نشا بيبقى الثلاث معالق فيها مظبوط جدا. وعندي مكسرات حسب الرغبه. انا النهارده بقى هعملها كالاتي. هناخد كده الايه الكسرون، هحطها هنا على النار، هسخنها وهبدا احط فيها السكر، احرق السكر كراميل. خلاص، انا عندي القمح اول حاجه خدته نقعته ونضفته وغسلته كتير جدا لحد ما الميه بتاعته اصبحت ميه بيضة رايقه زي ميه الحنفيه بالظبط. كل ما تغسله فيه تلاقوا ميته بقت لونها غامق، كل ما نغسل فيه نلاقي ميته بتبقى غامقه. نفضل نغسل فيه ونضلق الميه الى ان تظل الميه دي بيضة رايقه تماما. هنسلقه، هيبقى كده، وهنسيبه يبات ليله. لو بات ما يبقى خير وبركه، لو قعد ساعتين يشرب الميه بتاعته. بصوا، فتتفتح حبات القمح كويس، وما ياخدش مني اولا كميه لبن كتير لو انا هعمل عاشوره مثلا، وتبقى الحبه جميله. طيب، هاخد كده كوبايه السكر اللي اتفقت مع حضراتكم عليها، احطها هنا اهي. هحرق شويه السكر دول كراميل. عندي هنا لبن، و هاتوا العسل ده، خلي لي العسل هنا جنبي. بصوا بقى، هسيبها تحترق جيدا على النار لما تديني اللون الايه الذهبي الحلو، والسكر ده يبقى الحبات بتاعته يعني مش بلوريه كده، خلاص يدوب تماما. اهم حاجه بس في المرحله دي اهدي النار عشان ما يتحرقش مني، لان لو الطعم اتحرق هيبقى الدنيا مش لطيفه. هاخد بقى انا كده حله وسط، هسخن هنا مثلا العين دي اهي ونسخنه. هسخن الحله وهبدا اعمل القمح ده، احطه مع الصوص ده عشان ياخد ويدي معايا بقوام حلو. زي ما اتفقنا، بديل الكريمه احطه لبن، خلاص مفيش اي مشكله خالص. طيب، هنيجي هنا تمام. هاخد بقى كده ايه سباتولا او معلقه خشب. ماشي تمام، نحرق بقى السكر ده. تقدروا تعملوا دي تبقى توفي مهلبيه، لو مش هتحطوا قمح ممكن يبقى توفي مهلبيه، بمعنى ان انا هحرق السكر واحط كريمه واضيف لبن، وبعد كده خلاص النشا وتبقى مهلبيه، توفي مهلبيه، تبقى طعمها رائع جدا. طيب، ونقدر نعملها بليله. البليله دايما من الحاجات الواحد بيبقى بيحبها قوي وعايز ينوع فيها، وينفع تنفع تبقى طاجن في الفرن. احنا قبل كده عملنا حاجات جميله بيها في حلقه البليله، وانا بحبها جدا، فهي من الوجبات المشبعه والوجبات اللي مليانه بالالياف والاكلات المفيده للاطفال. هياخدوا فيها اللبن وياخدوا فيها الالياف وياخدوا فيها مكسرات اذا موجوده عندنا، الدنيا هتبقى جميله. اهم حاجه زي ما قلت لكم التكه بتاعه ان ما يبقاش فيها سوائل، تبقى خلاص نفشت وصلت للمرحله دي، لما تعملوها عاشوره ما تاخدش منكم نسبه لبن كبيره فتبقى جميله. بصوا بقى، بدا السكر خلاص، لازم اخلي بالي قوي وتخلوا بالكم قوي كمان حضراتكم. بصوا، عشان لسعته وحشه، هرفع بس على خفيف ونهدي بقى النار كده. ايه خلاص، انا كده ههدي مش هخليها دبل اهي، عشان يبدا يدوب معايا كويس. خلاص، في كراميل بنعمله صوص من غير اصلا لا كريمه ولا لبن. عايزين تحطوا ميه حطوا، بس احنا ايه عايزين نديها طعم، اذا متوفر نعمل. بصوا البلورات السكر دي هفضل اقلب فيها على الهادي لحد ما تدوب تماما. ايوه يروح قلبي،
خلاص. وهاخد كده انا جنبي ادي الكريمه، وهاخد النشا، هحتاج معلقه نشا زياده بس ماشي. هاخد النشا ده هنا في بوله دي، هدوبها هنا بشويه لبن الاول عشان اجهزه جنبي. خلاص اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين لبن ادوب فيها النشا. استخدموا نشا ما يكونش بياخد كميات كبيره، في انواع نشا تبقى سايبه بتاخد كميات كبيره، وفي انواع نشا بتبقى كويسه بتعملوا منها المعلقه والاتنين بتربط معاكم الخليط على طول. اهي لازم يبقى كده ما فيهوش تكتلات. ماشي الكلام اهو. هنقلب، شايفين ازاي هنضيف؟ بسم الله، يحصل فوران دلوقتي ما تستغربوش. بسم الله بسم الله. الكريمه الصوت بعيد قوي يا حبايب قلبي، مش سامعاكم معلش. اوكي، ليه الخرفشه دي؟ ليه؟ لا خرفشه عاليه جدا. بصوا بدوب كده على الهادي، خلاص هيفك. بصوا السكر بيعمل كده بس هيفك خلاص. وبعدين هضيف اللبن. على فكره البليله دي، بس خلوني اقول دي الاول، البليله دي اصلها فرنساوي، كلمه بي الي قمح ولبن. يا حلاوه، احنا كل حاجه ضايعه عندنا كده واحنا فاكرين البليله دي مصري بقى وجايه من. طب والله يا جدعان، لا دي بالنسبه لي معلومه البليله دي جميله والله يا جدعان يا بنات شاطرين. بصوا هندوب، انا حطيت اللبن فوق الكريمه، هدوب السكر ده يدوب حالا بس هرجعه على النار تاني خلاص. وهبدا هي دي بقى اللي انا عارفاه، ايوه، ان احنا بنقول ان دي حبيبات قاسيه، فهي قاسيه يعني محتاجه تتبل عشان تطرى. بس عايزه اقول لكم القمح ده من الحاجات المفيده قوي قوي بجد. عايزه اقول لكم بيتعمل سلطه، يعني احنا لو عندنا كمان شويه قمح ممكن نعمله يبقى حادق، نحط بقى فلفل الوان ونحط طماطم اي حاجه، عند خضره حلوه، خس، بصل اخضر. عايزه اقول لكم القمح ده من الحاجات المفيده جدا، غني بالالياف بالفيتامينز. عايزه اقول لكم الناس اللي عندها مشاكل في المراره القمح ده مفيد ليهم قوي، لان هو فيه الياف كتيره. بصوا الناس بقى اللي عندها كمان مشاكل في ارتفاع سكر الدم او ضغط الدم، اسفه مش السكر، كمان مفيد ليهم قوي. هحط بقى هنا، بصوا بسيبها كده تكرمل مع بعض، هنزل النشا عشان يديني الخليط الحلو. ممكن احتاج معلقه، اذا احتجت تمام هقول لحضراتكم. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده عشان الخليط ياخد والسكر اللي جوه جميل ده يدوب، هيبقى طعمها جميل مميز حلو قوي. نقلب كده، ناشف نقلب بس تقليبه حلوه كده. انا اقول رجلي تقلت ليه؟ لا الاستيعاب مهم. ايوه يلا بينا. محمد فين؟ بنتي فين؟ فكرني فيلم اجنبي كنت بتفرج عليه ممتاز. كل ما الاب بيحصل حاجه البنت، كل ما يدخل ما بيقولش حاجه في الفيلم غير بنتي فين؟ هاتي شويه نشا كمان. ايوه بصوا بقى السكر داب خالص ازاي؟ مش هنضيف بقى حاجه خلاص، هو كده تمام. جديده وجميله وطعمها روعه. عايز اقول لكم بقى لما بتسقع بتبقى روعه، ولو عملتوها بقى في مهلبيه يا سلام. بس البليله هنا بقى مختلفه. هخلوني اجيب الكاسات دي.
انت تقصدي تخليها مهروسه مجروشه؟ ممكن، ليه لا؟ ولو عايزه تضيفي معاها معلقه من الشوفان هتبقى روعه، بس حمصي الشوفان في الفرن. هي ندى بتسالني بتقولي انا ممكن اعملها بالهاند بلندر كده مهروسه؟ اه ممكن طبعا، ممكن جدا. عارفه بقى بنعمل ايه في العاشوره؟ لما بنيجي نعمل عاشوره عاملينها بالمعامله دي، بناخد شويه من القمح ده مع شويه ميه من العاشوره او من البليله ونخلطهم، نضربهم في الخلاط نص جرشه ونحطهم على الخليط ونروح مقلبين كله في بعضه، فبيدينا ايه؟ بيدينا القوام اللي احنا عايزينه، يعني يبقى في منها من ده على ده. انا نشا محمد بيجيب لي نشا، صح يا حماده؟ بيزرعوا اه. اهو هي تبدا تربط، لو ربطت تمام. شكرا يا ابو حميد يا غالي، والله متشكرين ليك قوي 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 قوي. ايوه معلش لازم يسخن كويس، تبدا تغلي كده في الخليط وتبقى روعه. الشوفان احلى حاجه فيه ندى، حتى لو نوعه مش حلو او نوعه مش غالي او مش من الانواع يعني اللي بتبقى مضاف ليها منكهات وحاجات مثلا زي الفواكه المجففه وكده، ممكن نحمصه في الفرن زي ما بنعمل مع السوداني ومع اي حاجه تانية زي الجرانولا. عايزين نعمل الجرانولا عشان حلوه لاولادنا قوي. ايوه تحبيها انت يا ندى؟ ماشي مع الزبادي. عايزه اقول لحضراتكم بقى اعملوا الحاجات الحلوه دي للولاد، حاجات في البيت بس من الاخر. ناخد كده شويه ميه، بسم الله. طيب بنقلب كده، ناخد هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. عشق البليله دي ها، لو هتعملوها بقى بلبن وكده حطوا على اللبن ده شويه سكر وفانيليا، اللي بيحب القرفه ممكن يضيف. حاضر يا فندم، حته كنافه على الوش محمصه بقى. يعني ايه يا مونتي؟ ايه يا مونتي ده؟ يا مونتي كنافه كريسبي ماشي، انا ما بعرفش الحاجات دي يا مونتي. انتوا حبايبي والله بحبكم قوي. حاضر بس لا مش هعمل كده يا استاذ شوارب، اذا تكرمت لما اقدم البليله بتاعتي، اذا تكرمت يعني، اذا تكرمت. بصوا الجمال، يلا بينا يلا بينا. حطيت لي لوشات، فين يا حماده؟ هناخد من ده تاني برضو. انت تاني فين اللوش السيلفر؟ عشان بس ما يقعش مني. اللوش السيلفر فين؟ يا سلام. ثانية واحدة. ايوه. لو عندنا بقى نقطة من الكريم شانسي مثلا على الوش ماشي، مفيش خلاص مش مشكلة. بسم الله. خلاص أنا موافقة يا مونتي، أنا هحط عليها، وأنا لو مكانك هحط كنافة كريسبي اللي هي في الفرن دي. هحط أيوه اعمل اللي أنت عايزه، أنا موافقة. أوبا شوية بقى كده. لا هي كفاية بقى، لأن هي سكرها كده مظبوط، لو حطينا أي صوصات من الحاجات المسكرة هتجزع وهتضايقهم قوي، وأنا مش عايزة كده. لكن هي الكوباية دي مظبوطة على النسبة اللي احنا حطيناها، فاللي هيدوقها هيلاقيها يعني مظبوطة. دوقي وشوفي يا نودي. حبيبة قلبي انت. خلاص كده ممكن بقى هنا. بس كده ماشي يا امامير.
تمام. يلا بينا نقدم بقى الحاجات اللطيفة دي. بسم الله، سقعوها بقى وكلوها بالهنا والشفا.